طبعاً بعد نجاح فنتك أبو ظبي خلال السنين الماضية توسع النطاق طبعاً إلى أبو ظبي فاينانس ويك اللي تحت رعاية صاحب سمو الشيخ خالد بن زايد. طبعاً أبو ظبي فاينانس ويك راح يغطي عدة قطاعات اللي تضمن اللي هي الأسد أبو ظبي للأسد مانجمنت سيكتر، وراح يكون عندنا قسم حق رواد الأعمال والشركات اللي وصلت المليار على قولتهم اللي هي اليونيكورنز، وفي نفس الوقت شغالين على الفيرتشوال أسيت، بما أن اليوم سوق أبو ظبي العالمي هي المنصة الأساسية للفيرتشوال أسيت والبلوك تشين، فعندنا اختصاص جهة يوم معين. طبعا الأسبوع كامل راح يكون حافل واستثمارات جاوزت المليارات، بحيث أن المستثمرين اللي راح يستثمرون في القطاعات هذه، وأكبر فعالية في القطاع المالي اليوم تحصل في الدولة واللي بيكون في ضمن هذا الأسبوع. وطبعا السنة الماضية وصلنا إلى 25,000 حضور من ناحية الفنتك أبو ظبي، وكان هذا على الهايبرد موديل، كان عندنا طبعا الريجسترد يوزرز والزيارات. أما هذه السنة متوقعين الأرقام راح تكون أكثر، لأن شفنا نمو قطاع واحد، الحين جمعنا أهم القطاعات في أسبوع متكامل في إمارة أبو ظبي، ومتوقعين الأرقام راح تكون عالية بموجب التقارير اللي توصلنا اليومية والتسجيل اللي قاعد يصير.